السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. تعالوا كده مع بعض هنعمل خميرة الفايش الصعيدي. يلا نشوف بقى بتتعمل ازاي. بصوا بقى، هي بتتعمل بمكونين اتنين بس. هتكون حاجة من دول اللي انتوا شايفينهم، ده عندي هناك حمص. الحمص ده زي ما انتوا شايفينه اهو انا طحناه، وكمان سمسم. هنا اللي هو الفول، زي الفول بتاع المدمس المقشر ده، الفول المدشوش، عارفينه اهو، انا هو مخليه لكم منه عشان تعرفوه، برضو انا طحناه. وده القمح بتاعنا، انتوا عارفينه برضو انا طحنته. وممكن كمان تتعمل بالفول السوداني لو عايزين تعملوها. بتتعمل من كذا مكون يعني، بس بتكون حاجة واحدة من دول كلهم. واللبن طبعا بتاعنا. بنعمل ايه بقى؟ طريقة سهلة قوي. بنعمل ايه؟ انا بصوا يعني بأمانة ربنا، هي دي الحاجات اللي انا جربتها قبل كده في خميرة الفايش، الحمص والسمسم. السمسم زي ما هو كده عادي، مش بنطحنه او نكسره يعني. واللي هو الفول المدشوش ده والقمح. زي ما قلنا هنعمل ايه، هنجيب مثلا، تعالوا نعملها بالفول المدشوش ده. هناخد معلقتين منه، شايفين، هنجيب برطمان كده زي ما انتوا شايفين اهو، علشان بس ايه اقدر اعمله في حاجة اقدر انا اتحكم واقفلها كويس. هجيب معلقتين او ثلاثة كده، اللي انا قلت 3 معالق اهو لكوباية اللبن. طبعا انت اللبن يعني ما تقوليش كوباية مثلا مش كتيرة او قليلة او حاجة زي كده، لا، هي ان انا بقى هقدر بعدين اتحكم في الخميرة بتاعتي، ان بعد المرحلة دي وبعد الخطوة دي، بعد ما بتخمر معايا انا بضيف لها دقيق وبخليها تخمر تاني. دلوقتي ايه، زي ما قلنا كده حطينا هنا من الفول ده، حطينا هنا 3 معالق. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب حاجة كده نحط فيها اللبن، هغلي اللبن على النار مباشرة. اول بقى ما اغليه هنزل بيه فين؟ هنا. هنشوف هنعمله ازاي. اهم حاجة يكون اللبن لسه يعني زي ما انا منزلاه من على النار على طول. اهو اللبن بتاعي بقى بعد ما نزلته من على النار مباشرة. اهم حاجة يكون ايه، زي ما منزلاه من على النار، هضيفه كده. كده حلو قوي كده، كويسين. هعمل ايه بقى، تقليبة كده صغيرة بس، من غير اي سكر ولا اي اضافات. هي كده الخميرة بتاعتي زي الفل. هعمل ايه بقى قبل ما اقفلها، هروح جايبة كده ريتش كده ايه، علشان اتأكد ان مفيش اي هوا هيدخل فيها. اقفلها كويس خالص كده زي ما انتوا شايفين اوي، احاول كده اضغط واقفلها كويس كده. انا ايه قفلتها، هروح جايبة ايه بقى، جايبة فوطة، جايبة اي حاجة كده اقدر الفها بيها كده بالطريقة دي، اظن واضح. عايزة بقى بعدين مثلا تجيبي حاجة وتحطيها فيها كده، تحفظيها فيها كده مثلا، وتزودي كده غطا عليها، ماشي اوكي. احنا بنعمل ايه بقى هنا عندنا في الصعيد، تعرفوا الردة انتوا بتاعت العيش او الردة عموما، بنجيب الردة دي ونحطها كده في الحاجة دي، بندفيها الاول شوية على النار وندفن فيها اللي هو البرطمان او اي حاجة احنا عاملين فيها الخميرة. بس دلوقتي الجو حرارة على فكرة، يعني انا مش هحتاج اعمل كده خالص، وانا عملتها كده قدامك علشان انت لو ما تعرفيش الردة او ما عندكيش هتقدري تعمليها بالطريقة دي. هحفظها بقى في فرن، حطها في فرن بوتاجاز، فرن اي فرن عندك، في دولاب المطبخ، اي حاجة تكون، المهم تكون الحاجة دي محكمة الغلق.
بصوا بقى احنا في الصيف وكده الخميرة دي بتاعتي مش هتاخد اكتر من 12 ساعة، ممكن اقل بكتير كمان. لو بقى لو الجو شتا وكده ممكن تاخد 20 ساعة. هنسيبها تخمر وهنرجع وهنشوفها مع بعض وهنعرف ازاي خطوات ان الخميرة بتاعتي ناجحة وازاي هي كده خمرت. هنسيبها وهنرجع نشوفها مع بعض. ورجعنا تاني كده مع بعض هنشوف الخميرة بتاعتنا. بصوا هي خمرت الحمد لله، عدى عليها كده بالظبط 10 ساعات. بس عارفين العشر ساعات دول لو الجو برد وكده لا هتاخد اكتر. بصوا بقى شكلها من ساعة لما سبناها مع بعض، انا عاملة فيها العمايل طبعا مغطياها كده كده احسن حاجة حافظي عليها. وده كده ايه زي ما سبناها كده مع بعض شايفين اهو بقى. انا كده لما اشوف المنظر ده اعرف ان الخميرة بتاعتي ناجحة مليون المية. كمان شايفين عمل الطبق فوق كده زي الزبادي، تحت كده فصلت لي برضو طبق زي المية. كده عارفين ان الخميرة بتاعتي خمرت. لو الخميرة بتاعتي ما خمرتش هتلاقيها قاعدة كده زي ما هي، زي ما سبتيها زي ما هتلاقيها، بس ريحتها بقت وحشة. هتلاقيها كده زي اللبن بالظبط، زي ما دوبنا اللبن في الحاجة اللي عملنا بيها الخميرة، في الفول اللي عملنا بيها الخميرة، الفول المدشوش ده هتلاقيه ايه زي ما هو كده. انما كده بصوا اهو شايفين، تحسوا اهو باين واضح ان دي حاجة خمرت وعليت كده اهو. هنعرفها برضو لما تيجي تفتحي كده عليها، شايفينها هتسمعي الصوت كده، شايفين الصوت سمعتوه؟ يا رب تكونوا سمعتوه. شايفين اهي برضو كمان اهي خمرت وطلعت معايا فوق هنا، شايفين بقى شايفينها من جوه، يا رب تكون واضحة. ادي كده الخميرة بتاعتي ناجحة مية مليون المية. كمان هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ في خطوة تانية بقى قبل ما نبدأ بيها او نجهزها للخبيز. الخطوة التانية ان احنا هنعمل ايه؟ هجيب دلوقتي كده حاجة هعمل فيها الخميرة بقى. الخميرة دي هعملها خميرة خلاص، خلينا متفقين قبل ما اعجن بيها. يعني مش هعجن مباشرة بدي، مش هحط دي في العجين عندي مباشرة، لا بعملها خميرة كده الاول. هجيب كده مية. ابصوا انا بعمل ايه يعني بعيني زي ما بيقولوا كده، بقدر الحاجة. لو انت بقى مش عارفة تعملي ايه مثلا، لو هتعملي 5 كيلو مثلا اعملي لهم كيلو خميرة خلاص. هعجنها بقى بايدي. هعجنها بايدي كده. بصوا دي مش هتكون عجينة اللي هي ايه متماسكة، لا هتكون سايبة كده وطرية هي كده. هو ده كده ايه، هو ده القوام اللي انا عايزاه، مش عايزاها انا تكون متماسكة. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ثواني كده افتح بايدي التانية بس هساعد نفسي. هنزل عليها بالخميرة بتاعتي كده زي ما هي وكل اللي فيها. قلبها كويس عجنها كده كويس فيها، همسكها ببعض كده اهو. بعد ما خلصتها عجن ودي القوام بتاعها، مش عايزه اطول عليكم الفيديو. ومزجت الخميرة فيها، متقلقيش حط الخميرة كلها فيها عادي، يعني احنا الحاجة اللي عاملين بيها الخميرة يعني طحننها كويس متقلقيش منها. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب كده شوية دقيق كده على الوش، هعرف بيهم لما تيجي تخمر اعرف ان هي ايه دي ده هيتشقق معايا وكده، وغير كده حجمها هيتضاعف كمان، يعني مش هي دي الحكاية. بس احنا بنعملها كده نمشي دي على الخطوات دي بالظبط. عايزه تعرفي برضو ان هي الخميره بتاعتك ناجحه وكده. بصوا الـ يعني الـ الخطوه دي في التخمير مش هتاخد معاكي ساعه بالظبط. اعرفيها
ساعة وعشر دقايق ساعة كده، مش هتطول عن كده. هنغطيها كده مع بعض. عايزة اقفلها كده كويس. لو في الشتاء برضو ممكن تاخد ساعتين ساعة ونص. اهم حاجة يعني هتعرفيها بالطريقة دي، دي ما بتطولش في الخميرة طالما هي اصلا خمرت معانا من الاول واحنا مخمرينها كده، مش هتطول معانا. هنغطيها كده يدوب ساعة زي ما قلنا، وهنشوفها مع بعض ونشوف شكلها ايه. اهم حاجة تغطيها كده كويس وترجعي تحطي عليها حاجة تاني، تسيبها في مكان دافي وهنشوف شكلها النهائي. ورجعنا كده مع بعض بعد مرور ساعة. يلا نشوف الخميرة بتاعتنا. انا قبل ساعة ما شفتهاش يعني، لان طالما ما عداش عليها اكتر من ساعة دي ما عملش حاجة. وهو بسم الله ما شاء الله، شايفين الخميرة تضاعف قد ايه حجمها، شايفين شكلها حلو ازاي معانا. بصي كده، انت تقدري بالخميرة دي وبالخطوات دي تعملي احلى فايش صعيدي. لان بصي اهم حاجة في الفايش الخميرة بتاعته. طالما الخميرة بتاعتك ناجحة اتأكدي ان شاء الله بإذن ربنا ان الفايش بتاعك هيكون احلى فايش في الكون كله. بصي الخميرة دي احنا لا ضايفينها اي نوع من انواع الخميرة، لا خميرة بيرة ولا خميرة معرفش ايه ولا اي نوع من انواع الخميرة. الخميرة اللي عملناها مع بعض خطوة بخطوة هي دي الخميرة اللي هتقدري تعملي بيها الفايش الصعيدي وبس، اللي هو ليه ريحة مميزة، ليه طعم مميز، يختلف عن اي قراقيش وعن اي فايش تاني معمول باي خميرة. انتوا طبعا عارفين كلامي وعارفين انا بقول ايه وفاهمينه كويس. وان شاء الله كده نعمل مع بعض الفايش، بس نعمله في فيديو تاني علشان احنا كده طولنا. انا بس كان كل قصدي وكل همي ان انتوا تعرفوا الخميرة دي بتتعمل ازاي اهم حاجة، لان هي دي اللي مبنية عليها الفايش بتاعنا. وفي نهاية الفيديو لو عجبك الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك وتعملي شير وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.